احنا النهارده في الوحده اللي بنستلمها زي ما كنا بادئين شغل فيها. طبيعه الحال لما جينا نستلم النهارده كان في المشاكل اللي قابلتنا في الاساس المحاره في الخشنه، ودي عاده بنلاقيها في الشغل اللي بيحصل كتير في السوق. يعني المحاره دي طبعا لازم هتاخد مننا زي ما اقترحنا وعملنا سيلر مائي في الاول، وبعد كده سكينه واثنين وثلاثه معجون، وبنوقف الشغل بشكل او باخر لحد ما بندي سيلر مائي تاني علشان نشوف حبايه الرمل او الريجه اللي موجوده في المحاره هل دي اثرت علينا لسه موجوده مع الاضاءه ولا اختفت. اذا احتاجنا سكينه رابعه زي ما احنا احتاجنا النهارده وكلمنا الفنيين اللي موجودين هناخدها. اذا لقينا الموضوع فيه صعوبه بنقترح دايما زي ما اقترحنا النهارده برضو ان احنا ناخد منتجات ديكوريه زي السواحيلي زي القطيفه زي المنتجات التكتشر اللي هي ما تبقاش مسطحة علشان نداري أو نتفادى هذا العيب. يعني حاجة مهمة جدا كمان هنا لما بيبقى فيه عيوب في المحارة أو عيوب في الدهانات بشكل عام في الأماكن الداخلية أو الخارجية بنفضل استخدام الدهان المطفي، ما يبقاش فيه أي لمعة. الدهان المطفي بيعمل تأثير جيد جدا، ما بيخليش أي ديفوهات موجودة في الحيطة أو عيوب تبان بشكل كبير جدا. عندنا طبعا اللي استخدم في الاول السيلر المائي بتاعنا 751، ثلاث سكاكين معجون. لما بنيجي نشتغل في المطابخ ده في كل الحوائط حتى في الاسقف، الاسقف بنفضل استخدام منتجات بلاستيك مط برضو، ولكن ممكن ننزل درجه شويه الاقتصادي لانه الاسقف اسطح غير معرضه للملامسه او للاتساخ زي ما بنقول. انما لما بنيجي نخش في المطابخ او الحمامات بنستخدم سيلر مائي مقاوم للرطوبه، دي حاجه مهمه جدا علشان المنطقتين دول مطبخ او حمام بيبقى فيهم مشكله المياه بشكل دايم خصوصا الحمامات، فبناخد سيلر مقاوم للرطوبه وبنشتغل فوقيه كمان معجون بيبقى الاكريليك بتاعه اعلى، ودي معاجين موجوده في السوق المصريه وموجود عندنا اسمه اكريليك، والمعجون دوت رقم 749 بيفضل استخدامه في المنطقتين دول علشان تأثيره أقوى في مقاومة الرطوبة. بعد ما خلصت مرحلة التأسيس في الدهانات اللي هو الوش السيلر والسكينة الأولى والسكينة الثانية، أنا بعمل السكينة الثانية بلون مخالف للسكينة الأولى عشان بميز السكينتين عن بعض عشان أتأكد إن الحوائط كلها والأسقف كلها بتعمل السكينتين. بعد السكينة الثانية ببدأ في شغل السقف اللي هو الجبسن بورد، بخلصه أي شغل في السقف، السقف المعلق عشان حركة العمال والسقالات والصناعية ما تبهدلش معايا السيراميك بتاعي. بعد ما أخلص شغل السقف وأفنشه ببدأ بعد كده المرحلة الثانية من الدهانات اللي هي بدي وش البطانة وبدي السكينة الثالثة أو الرابعة. ده بالنسبة لمرحلة الدهانات. بص يا سليم، دوت الريسبشن، ده كله هيبقى سقف معلق خلاص. ادي دخلت الباب اهي، هيبقى هنا في مربع غاطس، وهنا هيبقى فيه شيتين غاطسين تمام، وهنا هيبقى فيه بيت ستاره دوت من عندي 20 سم و 20 سم خلاص. الشيتين دول هيبقى الطول بتاعهم 190 في كام؟ في العرض بتاعهم 20، وده برده 20 زي بعض تمام خلاص. ده مستوى وده مستوى، يعني انت هتغطس مثلا ب 15 سم على حسب، شوف السقف بتاعك قد ايه والشرم بتاعك خلاص، و وتغطس ده خلاص. هيبقى هنا في ثلاث سبوت طبعا، بعد ما تخلص بجيب الكهرباء ايه فتح سبوتات وشغل البيت. ونفس الكلام برضه في الطرقه، عندك الطرقه دي هتبقى دي مكسوره لوحدها بالكاميرا اهي، هيبقى فيها مربعين 50 سم في كام؟ متر 20، ودي 50 في متر 20 خلاص. المطبخ طبعا احنا هنعمل له جبسن برضه اخضر عشان الرطوبة تمام. وبرده هيبقى على نفس الشيتين برده، هيبقى مربعين كده ومقاساتهم كلهم، هعمل لك نسخه للوح ولو في اي حاجه برده ايه هترجع خلاص. بس اهم حاجه الصوت بتاعك يكون اقل صوت ممكن ماشي، عشان الارتفاع هنا بتاع الدور مش كبير خلاص، وانت لسه في عندك غاطس 10 7 5. هنشوف اول نقطه في السقف وهناخد هنمشي ميزان ونشوف الدنيا خلاص. بس اهم حاجه طبعا الميزان والتقفيلات
مسامير والتزويد والكلام ده كله خلاص. وبيت الستاره هيبقى عرضها 15. انا استلمت اللوحه بتاعه السقف الجبسن بورد من المكتب وبلتزم بالديزاين والمقاسات اللي انا راعيه السقوط بتاعي، بشوف اوطى نقطه في السقف على حسب الشرب بتاعي الليزر. اقل سقوط طبعا احنا عندنا في السقف المعلق 10 سنتي عشان سماكه او التخانه بتاعت الاكسسوارات اللي انا شغال بيها اللي هو التثبيت الشاسيه بتاع التثبيت. براعي برضو التثبيت المسامير، البعد بين الاكسسوارات ديت ما يزيدش عن 60 سنتي، بين السيهات والاوميجا ما يزيدش عن 60 سنتي، الاتياش ما يزيدش عن 60 سنتي، ده بالنسبه للتثبيت. براعي ان السقف كله يبقى ميزان واحد، طبعا ده بالشرب بشيك على الشرب بتاعي بالميزان الليزر. بفهم الصنايعي طبعا اللوحه اللي شغال بيها الاشكال والمقاسات بالظبط، بستلم المقاسات بالظبط والشكل اللي انا عايزه بالظبط. لو في بيت ستاره بستلم العرض بتاع بيت الستاره، بستلم البروز بتاع بيت الستاره، بستلم في التفنيش المعجون والشاش طبعا عشان ما يحصلش شروخ، وبالنسبه للحروف الميتال. ايه هو الجبسن بورد؟ الجبسن بورد هو الواح جبسيه، ده تطور جديد بدل الجبس البلدي، بدا يظهر معانا في السوق، له استخدامات كثيره جدا على حسب التصميم اللي احنا بنستلمه، بنقدر ننقل الموضوع بتاعنا بطريقه مختلفه تماما، بنستفاد من الاضاءه، بيتوظف اكتر من وظيفه، بيديلنا حلول كثيره جدا، غير ان هو سريع في التنفيذ، وان احنا نقدر نشتغل بعد ما نخلص الجبسن بورد نقدر نتابع الشغل على طول من تاني يوم او في نفس اليوم. طب ازاي نوظفه في كل وحده؟ طبعا هو اساس الجبسن بورد ان هو بينفذ للمصمم او الديزاينر، بيديله حلول كتيره جدا، يمكن هو اللمسه الجماليه او الديكور اللي بيتعمل في الشقه او الوحده اللي احنا بنقوم بتشطيبها. بنقابل فيه مشاكل، بعض المشاكل اللي ممكن نقابلها زي مثلا كامر ساقط، اسقف فيها مشاكل في الخرسانات، ميول غير ان هو تجميلي، هو بيعالج عيوب مثلا. طبعا، لان في عندنا مشكله بتقابلنا كبيره جدا ان مفيش سقف بيترمي ميزان، فبيبقى في ميول كتيره جدا في الاسقف، فاحنا بنستخدم الجبسون بورد لمعالجه النقطه ديت، بلس ممكن يبقى في اجزاء احنا بنحتاج ان احنا نداريها زي مثلا تكييفات الكونسيل، نستخدم هيدن لايت الاضاءه المخفيه، نحط سبوتات، كل ده الجبسون بورد بيساعدنا ان احنا نستخدم معاه في الديكور. طب هل في انواع للجبسون بورد؟ هو برضك لما طوروا الفكره بتاعت الجبس نفسه عملوا تكنولوجيا مختلفه تماما عن الجبس البلدي. فاول حاجه بالنسبه لنا هو ثلاث انواع، الجبس الابيض ده بنستخدمه في الغرف، في ريسبشنات، في المكتبات. في الجبس الاخضر ده بنستخدمه في الحمامات لانه ضد رطوبه ومعالج لبخار الميه. في الجبس الاحمر ده بنستخدمه في المطابخ لانه بيبقى مقاوم للحراره. اوكي، يعني كل لون ليه استخدام. بالظبط كده. طيب انا عارفه ان الجبسن بورد مينلي بيتعمل في البيوت المودرن، ممكن مثلا نعمله في الكلاسيك او الستيل؟ هو بيبقى اكتر فعلا في المودرن، وساعات بنستخدمه في الكلاسيك او السيني كلاسيك علشان يعني زي ما بنقول ايه، بنخبي حاجات في السقف بتاعنا زي قلنا التكييفات. أيوة. الكونسيل، لو في هيدن لايت، نعالج اسقف معينه، بس استخدامه في الكلاسيك اقل بكتير من المودرن. طب ساعات يا باشمهندس بنلاقي مثلا عيوب او شروخ في الجبسن بورد، ده بيبقى ايه سببه؟ اول حاجه ان ممكن يكون ما استخدمش نوع معجون كويس، الخامه بتاعت المعجون نفسها ممكن تكون ضعيفه. اوكي. تاني عيب ممكن يكون هو الفني او الصنايعي او الشركه المسؤوله عن التنفيذ استرخصت واستخدمت نوع فايبر رديء، لان الفايبر هو اللي بيداري الشروخ بحيث ان بعد كده لو حصل تريح في المباني، ده طبيعي بيحصل في كل المباني اللي احنا بنتعامل عليها، بيظهر شروخ، الفايبر بيعالج النقطه دي، او بيستخدم مثلا ساق ضعيف مش معتمد فنيا فبيحصل تريح في الجبسن بورد.